الرئيس السيسي يؤكد أن التعديل الوزاري يستهدف تطوير الأداء الحكومي على الصعيدين الداخلي والخارجي. موسكو تدعو واشنطن إلى ضرورة إجبار زيلينسكي على العودة لطاولة المفاوضات. تايوان ترصد عبور 13 طائرة حربية صينية الخط الفاصل لمضيق تايوان، والتلفزيون الصيني يبث تدريبات بالذخيرة الحية في تشينجيانغ. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، تحية لكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعديل الوزاري الذي دعا له مجلس النواب اليوم للانعقاد يستهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض ملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي. خلال تدوينة له على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أجاد السيد الرئيس أن التغيرات التي تم التوافق عليها بعد التشاور مع رئيس الوزراء ستسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري. وتقدم الرئيس السيسي بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم. وعقب دعوة الرئيس للبرلمان للانعقاد، وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة على التعديل الوزاري، وجدد النواب الثقة في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وشملت موافقة المجلس على التعديل الجديد 13 حقيبة وزارية، هي وزارات التعليم والتعليم العالي، الصحة، الري، الهجرة، السياحة والآثار، التجارة والصناعة، الطيران المدني، القوى العاملة، التنمية المحلية، قطاع الأعمال العام، الثقافة والإنتاج الحربي. السادة الأعضاء، الموافق من حضراتكم على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية يتفضل برفع يده. موافقة. السادة الأعضاء، إذن فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة في هذا الشأن، وهي أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. لذا أعلن موافقة المجلس على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. بعد التحية أستاذ أكرم، يعني بداية، كيف تقرأ هذا التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة؟ والحقيقة يعني التعديل يعني سبقه كلام كتير، يعني يمكن امبارح كان فكرة الناس اللي قاعدين يخترعوا أسماء وكده، لكن التعديل يرتبط بيه الوزارات الخدمية واستكمال فكرة الإصلاح. وطبعا يعني كل الوزراء اللي مشوا بيستحقوا الشكر لأنهم قاموا بدورهم في أوقات مهمة من تاريخ البلد يعني، واشتغلوا بطريقة أو بأخرى. يعني احنا عندنا وزير التعليم الجديد جاي من وزارة التعليم، والحقيقة الدكتور طارق شوقي قام بدور مهم، واحنا عارفين انه قد ايه ملف التعليم مهم وكان عليه تراكمات كتيرة. النهاردة ما في أمل أنه وزير التعليم الجديد يستكمل فكرة تطوير التعليم والتغييرات اللي حصلت في السنوات اللي فاتت، لأن التعليم كان معانا كثيرا في عقود طويلة، يعني في مشروع للتطوير أعتقد ده مشروع دولة، فالوزير القادم من المهم أنه غالبا هيطور أو يضيف على هذا الأمر. نفس الشيء في باقي الوزارات، فإحنا بنتكلم على في ملف الصناعة أظن مهم، الصناعة والتجارة، والتجارة الخارجية أو الداخلية والتصنيع والصناعة، ده ملف في غاية الأهمية ومطروح طول الوقت ارتباطا بقطاع الأعمال برضه مرتبط بنفس الملف الإنتاج الحربي. يعني احنا بنتكلم على الوزارات اللي مرتبطة بشكل رئيسي بالخدمات وبمشروعات التطوير وبالبنية الأساسية، والصناعة مطروحة بشكل كبير بجانب صحيح. الزراعة وبجانب مشروعات التنمية. إذا احنا بنتكلم على القوى العاملة وأهمية إنه يبقى في سياق عام سواء توفير فرص عمل أو إعادة تنظيم الحدود الدنيا والقصوى أو تنظيم السياق مع التنمية المحلية، نفس الشيء مع كمان وزارة التنمية الإدارية اللي احنا بنطور التطوير الإداري والمحلي صحيح. وغيره. فاحنا بنتكلم على يعني وزارات، الوزراء السابقين أدوا دورهم، في حاجة لأنه يبقى فيه كمان تطورات جديدة في وزارة الصحة، اللي طبعا وزير الصحة هو كان وزير التعليم العالي وقائم بوزارة الصحة صحيح. هو طبيب أساسا، وأظن أنه خلال السنوات اللي فات دكتور خالد عبد الغفار قام، يعني خلال الشهور اللي فات قام بدور مهم في القيام بعمل وزارة الصحة، أعتقد أنه يكمل في هذا السياق مع وزير جديد للتعليم العالي في بداية سنة أعتقد جاي يعني برضه. هذا ما أكد عليه أيضا يعني سيادة الرئيس بأن التعديل الوزاري سيمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطنين. ما المتوقع من الوزراء الجدد الفترة المقبلة برأيك؟ أنا أعتقد أنه سواء الوزراء أو المحافظين، وأظن أنه ممكن يبقى فيه تعديلات وتغييرات في حركة المحافظين، أعتقد أنه ده يعني من المهم. إحنا أعتقد الدولة والحكومة بتبذل جهد كبير في السياق ده، وبتحاول يعني توضح وتصارح الشعب طول الوقت بالتفاصيل. عشان كده دايماً بنقول إيه، لا داعي لأننا نستند لكلام بره او ناس بتخترع او بتهبد او كلام من هذا النوع، لكن المهم ان احنا نركز. اولا احنا كان في جائحه كورونا اللي مرت الى حد ما بسلام، وان كان تداعياتها في العالم في حرب موجوده في تداعيات كل العالم الحقيقه، فالدوله بتعالج ده او الحكومه من خلال خطط ومن خلال تعاملات سواء عاجله او اجله، مع الاستمرار في مشروعات قوميه في الزراعه في الصوبات في فكره الطرق اللي هي النهارده بدات تكتمل، ممكن تؤدي إلى أنه يبقى في ملف في الصناعة ده يتفتح صحيح. مزيد من الصناعات وإدخال القطاع الخاص. إيه المطلوب؟ المطلوب أنه الحكومة والوزراء يكونوا على نفس سرعة الرئاسة صحيح. وقدرتها على أنها يعني في طموحات، في فكرة مش الاستعجال، فكرة أن احنا بنخطط وبندرس، بس كمان يمكن الوقت مش سامح أنه يبقى في توسعات، يبقى في فرص عمل، يبقى في القطاع الخاص، وإزاي هندخله وندخله في الصناعة صحيح. وفي السياق العام، إزاي وزارة الصحة تستكمل التأمين الصحي الشامل والحاجات دي، إزاي ملفات زي الوزراء اللي موجودين في النقل العام، في القطار الكهربائي، في المونوريل، في العاصمة الإدارية اللي الحكومة هتنتقل، لازم تغير ذهنيتها بحيث تكون متماشية مع الرقمنة ومع الاتصال صحيح.
ما يبقاش الجديد زي القديم. يعني اعتقد ان ده كله مطروح امام الحكومه بتشكيلها الجديده. يعني هي مهام كبيره تنتظر هذه الحكومه وهذا التعديل الوزاري الجديد، والتاكيد على سرعه الانجاز والعمل كما اسلفت الاستاذ اكرم القصاص الكاتب الصحفي ورئيس تحرير اليوم السابع، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. وقع مدير الكلية الحربية اللواء أشرف سالم زاهر بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، وذلك في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للعلوم السياسية والاقتصادية. يهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب علميا وعمليا من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة والعمل المشترك لصقل مهارات الطلاب في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وتسخير جميع الإمكانات لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين. في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية وخاصة لخريجي الكلية الحربية للحصول على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، وقع اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للعلوم السياسية والاقتصادية. ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب علميا وعمليا من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين. حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسؤولي جامعة القاهرة وعدد من طلبة الكلية الحربية. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مراسم توقيع بروتوكول التعاون للاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. قام بالتوقيع على البروتوكول مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة اللواء بكر محمد البيومي. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة، بما يؤهل الجهاز الإداري بالدولة لتأدية خدماته الحكومية على أعلى مستوى للمواطنين. ويهدف البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الاحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للاتصالات الحديثة. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بجميع صورها. على مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة بشتى مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 29 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 14,869 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 27 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 557,652 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10,903 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1,820 طن و660 كيلو سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 4 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 37.5 طن أقماح، وكذلك ضبط 4,945 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 27 طن. كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية
بمضبوطات بلغت أكثر من 72 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2740 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 469.5 طن. كما تم ضبط 171 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يقرب من 363.5 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 865,585 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 269,033 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4107 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 186 سائقا منهم. كما تم المرور على 42 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 170 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 173 مركبة وتبين مطابقتها جميعا لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 336 سيارة و53 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 9518 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 1307 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 1852 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 3644 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 3676 مخالفة ملصقات، وضبط 52 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 372 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79,343 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 73,615,666 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 307 قضية، من بينها 146 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و 161 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 28 قضية بقيمة مالية بلغت 23,755,337 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1538 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,271,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,656,807 جنيها.
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 460 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 112 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 59 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط أكثر من 52 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. كما تم ضبط 754 قضية في مجال قضايا المخافز، فضلا عن ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 70 طنا من الأقماح المحلية في مجال مخالفات التلاعب بأنظمة توريد وتداول القمح المحلي. يشهد وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر غدا إطلاق أكبر برنامج لتدريب الصحفيين الأفارقة. تبدأ الدورة الأولى بتدريب 20 إعلاميا سودانيا وتستمر لمدة 4 أسابيع. ذكر المجلس الأعلى للإعلام في بيان له أنه سيتم خلال الدورة عقد ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات الإعلامية والسياسية المطروحة على الساحة، ومنها السوشيال ميديا وتأثيرها على الإعلام، صياغة رؤية صحفية وإعلامية مشتركة بين القاهرة والخرطوم. ويشمل برنامج الدورة أيضا عددا من المحاضرات والزيارات التثقيفية والترفيهية لمعالم مصر القديمة والحديثة. ويشمل برنامج تدريب الإعلاميين الأفارقة على 10 دورات تدريبية متخصصة للصحفيين الشبان والإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية. أعربت مصر عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر وقوفها مع السعودية في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف، ودعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة ومن المواطنين والمقيمين، مثنية على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيا، ومعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. صرح مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أنه يجب على واشنطن إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وذلك على العودة للمفاوضات مع روسيا. وقال مدير إدارة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية ألكسندر دارشيف، قال إن أفضل حل لواشنطن لتجنب هزيمة مذلة كما حدث مؤخرا في أفغانستان هو إجبار الرئيس الأوكراني على العودة إلى طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان. وأشار دارتشيف إلى أن استمرار واشنطن وحلفائها في الاتحاد الأوروبي بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لا تؤدي إلى إطالة معاناة النظام في كييف وإطالة أمد الصراع ومضاعفة عدد الضحايا. أعلن الجيش الروسي فرضه السيطرة الكاملة على مستوطنة بيسكي في منطقة دونيتسك. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيانه اليوم إنه نتيجة لهجوم من قوات الجيش الروسي تم تحرير مستوطنة باسكي، مضيفا أن أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا قتلوا وأصيب 300 نتيجة القصف الصاروخي الروسي في منطقة خاركيف. قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن جسرين رئيسيين يؤديان إلى منطقة خيرسون أوبلاست الأوكرانية قد توقف استخدامهما على الأرجح لأغراض إعادة الإمداد العسكري. وأوضحت بريطانيا أنه حتى في حال تمكنت روسيا من إجراء إصلاحات للجسرين فإنهما سيظلان نقطة ضعف كبيرة. وأضافت أنه مع تقييد سلاسل الإمداد عبرهما فإن حجم أي مخزونات تتمكن روسيا من وضعها على الضفة الغربية سيكون على الأرجح عاملا رئيسيا في قدرة قواتها على الصمود في تلك المنطقة.
استبعد مسؤول عسكري بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وجود أي تهديد وشيك لسلامة محطة زابوروجيا الدنووية في أوكرانيا. حذر المسؤول الأمريكي في الوقت ذاته من تغير الأوضاع بشكل سريع هناك. أكد المسؤول أن القوات الأوكرانية تحقق بعض المكاسب المحدودة شمالي خاركاف وتواصل عملياتها الهجومية في خرسون. وأفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا بأن قصف محطة زابوروجيا الكهروذرية سيتوقف إذا تم طرد الجيش الأوكراني من المراكز السكنية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تقارير بشأن توجيه اتهامات لمواطنين من بريطانيا والسويد وكرواتيا في دونيتسك إثر مشاركتهم في القتال ضد روسيا. وشدد بلينكن على ضرورة التزام روسيا باحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الحقوق والحماية الممنوحة لأسرى الحرب. قالت الأمم المتحدة إن مركز التنسيق المشترك المعني بالإشراف على مبادرة حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية منح الإذن بمغادرة سفينتين جديدتين تحملان الحبوب من الموانئ الأوكرانية. ذكرت الأمم المتحدة في بيان وزعته في جنيف أن السفينتين ستغادران من ميناء تشيرنوموراسك، وأشار البيان إلى أن فرق تفتيش من مركز التنسيق المشترك كانت قد أنهت بالأمس تفتيش سفينتين للمغادرة من ميناء أوديسا الأوكراني، كما سيقوم بتفتيش سفينة أخرى متجهة إلى الخارج، وأن العمل يتم وفقا للإجراءات المتفق عليها بالمركز، حيث يقوم جميع المشاركين بالتنسيق مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات ذات الصلة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية. أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن البلاد تنوي خفض التدفئة في المباني العامة كلها هذا الشتاء على ألا تتخطى الحرارة 19 درجة مئوية. وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابك إنه ينبغي ألا تتخطى الحرارة 19 درجة في المباني العامة ما عدا المستشفيات والمراكز الاجتماعية. وتحث حكومة المستشار أولاف شولتز منذ عدة أسابيع على بذل مجهود وطني لخفض استهلاك الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة والتي قد تتقلص إمداداتها هذا الشتاء بسبب الأزمة الأوكرانية، إذ يخشى أكبر اقتصاد أوروبي شتاء صعبا بسبب أزمة الطاقة التي حذر وزير الاقتصاد من تداعياتها على هذا القطاع. حذر تقرير لصحيفة التايمز البريطانية من شبح مجاعة عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، متطرقا لما يعاني منه مزارع القمح في البلد التي تشهد حربا روسية. جاء في هذا التقرير أن نصف مزارعي الحبوب لن يزرعوا محاصيلهم العام القادم ما لم يتم زيادة الصادرات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا مع روسيا. وأشار إلى أنه في حين سمح لعدد قليل من السفن بالمغادرة، دخلت سفينتان فقط الموانئ المتضررة منذ إبرام الصفقة. وقال إن الكثير من المزارعين لا يمكنهم تحمل تكاليف زراعة محاصيل جديدة دون الحصول على قيمة محاصيلهم الحالية، ما يزيد من احتمالية حدوث مجاعات في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط. أكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ارتفاع معدلات التضخم إلى 6% في يوليو الماضي على أساس سنوي مقابل 5.8% في يونيو من عام 2021. وأشار المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء إلى أن أسعار الخدمات وصلت إلى 3.9% في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لأول مرة منذ 27 عاماً تواجه فرنسا ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا إلى 6.1% في يوليو الماضي على أساس سنوي مقابل 5.8% في يونيو بحسب ما ذكره المعهد الوطني للإحصاء في تقديره النهائي، وهو أعلى مستوى منذ شهر يوليو من عام 1985.
معهد الإحصاء الفرنسي أفاد بأن أسعار الطاقة استمرت في التأثير على أرقام التضخم ولكن بشكل أقل قوة مقارنة بالأشهر الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة. وتراجعت أسعار النفط قليلا في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي، بالإضافة إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، وساهم ذلك في تباطؤ وتيرة ارتفاع تكلفة الطاقة في فرنسا إلى 28.5% في يوليو على أساس سنوي، بعد ارتفاع وصل نسبته 33.1% في يونيو. كذلك ارتفعت أسعار الخدمات إلى 3.9% في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت قد بلغت 3.3% الشهر الماضي، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 6.8% بعد أن سجلت 5.8% في الشهر الماضي. وخلال شهر ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا بنسبة 3.1% بعد أن كانت بلغت ارتفاعا بنسبة 7.1% في يونيو. كما ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق والذي يستخدم كأساس للمقارنات الأوروبية بنسبة 6.8% خلال عام واحد بعد أن كان بلغ 6.5% في يونيو الماضي. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 13 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها. عبرت وزارة الخارجية التايوانية في بيان لها عن خالص امتنانها للولايات المتحدة لاتخاذها إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن والسلم في مضيق تايوان والمنطقة. جاء البيان ردا على تعليقات المنسق الأمريكي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل، الذي قال إن الصين بالغت في ردها على زيارة الروسية رسمية لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقال بيان وزارة الخارجية التايوانية إن الترهيب العسكري والاقتصادي غير المبرر من جانب الصين عزز وحدة وصمود المعسكر الديمقراطي العالمي. وقالت رئيسة تايوان إن تهديد الصين باستخدام القوة لم يتضاءل، رغم أن التدريبات العسكرية الأكبر على الإطلاق التي تجريها بكين حول الجزيرة بعد زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي تبدو وكأنها تتقلص. بث التلفزيون الرسمي الصيني لقطات لتدريبات بالذخيرة الحية تم إجراؤها مؤخرا في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي. كما تم إجراء تدريبات عسكرية أخرى جرت في البلاد منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، وأظهرت كاميرات المراقبة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات وإقلاع طائرات مقاتلة للتدريب الليلي، بالإضافة إلى تدريبات مختلفة للمشاة. كانت التوترات قد تصاعدت بين الصين وتايوان بعد زيارة بيلوسي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. وأجرى الجيش الصيني تدريبات بحرية وجوية في مناطق قريبة من تايوان منذ 4 أغسطس. أعلن مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة ستجري عمليات عبور بحرية وجوية في مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة. أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون آسيا كورت كامبل أن القوات الأمريكية ستواصل رغم التوتر التحليق والإبحار والقيام بعمليات حيثما يسمح القانون الدولي بذلك، بما يتوافق مع الالتزام طويل الأمد بحرية الملاحة. وأضاف أيضا أن هذا يشمل القيام بعمليات عبور بحرية وجوية اعتيادية لمضيق تايوان في الأسابيع المقبلة. في حين لم يتطرق إلى نوع الانتشار المؤازر للمناورات، كما لم يعلق على طبيعة عمليات العبور عبر مضيق تايوان أو وقتها. السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها.
الصين تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، ومكتب الأرصاد الجوية يفرض حالة تأهب القصوى. رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإقرار مجلس النواب مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار، وذلك لمكافحة التضخم وتغيير المناخ وخفض أسعار الأدوية. وصف الرئيس الأمريكي إقرار المشروع بالانتصار للشعب الأمريكي، مضيفا أن العائلات الأمريكية ستلاحظ انخفاضا في أسعار الأدوية والرعاية الصحية بالإضافة إلى تكاليف الطاقة. Today we received news that our economy had 0% inflation. في تصويت نهائي أقر الكونغرس الأمريكي خطة الرئيس جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة، خطة وصفت بأنها ستضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها إزاء خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري. مشروع القانون الذي ينظر إليه على أنه أكبر حزمة مناخية في تاريخ الولايات المتحدة، ويهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحلية وخفض أسعار الأدوية والرعاية الصحية، لا يزال يحتاج إلى توقيع بايدن ليصبح قانونا نافذا. الديمقراطيون دفعوا بغالبيتهم في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار بعد تصويت سابق مماثل في مجلس الشيوخ. وفور الإقرار قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه من خلال هذه الخطة ستلاحظ العائلات انخفاضا في أسعار الأدوية والرعاية الصحية وتكاليف الطاقة. من جهتها أكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيولوسي أن هذا القانون سيسمح للعائلات الأمريكية بالازدهار وللكوكب بالصمود. في المقابل يعتبر المعسكر الجمهوري أن نص الخطة سيؤدي إلى نفقات عامة غير ضرورية، ورغم ذلك تشكل هذه الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ، وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. سجلت عدة مناطق في الصين درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، بما في ذلك مدينة تشونغشانغ الرئيسية في جنوب غرب البلاد، والتي وصلت بها درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية. وفي إقليم تشينجيانغ الذي يضم العديد من المصانع، قال مسؤول في الأرصاد الجوية إن الإقليم الواقع في الشرق حطم الرقم القياسي السابق لعدد الأيام الحارة هذا العام، وكانت أقاليم هوبي وهونان وشاندونجينغ وفوجيان من بين هذه الأقاليم والمناطق التي تجاوزت فيها درجات الحرارة إلى 35 درجة. أعلنت اليابان إلغاء 65 رحلة جوية بسبب اقتراب إعصار ميري من الساحل الشرقي لليابان. وطلبت السلطات من نحو 72 ألف شخص في محافظة شيزوكا الإجلاء، وقد توقعت الأرصاد اليابانية أن يصل مستوى مياه الأمطار إلى 30 سنتيمترا على أجزاء من وسط هونشو، مما قد يؤثر على حركة السياحة، حيث يقضي العديد من اليابانيين العطلات مع أسرهم في هذه الفترة. قالت خدمة الطوارئ في مدينة بلانسيل الإسبانية إن شخصا لقي حتفه وأصيب 17 على الأقل عندما تسببت الرياح العاتية في انهيار جزء من منصة في مهرجان الموسيقى بالقرب من المدينة. وقع هذا الحادث في الساعات الأولى من الصباح في مهرجان ميدوسا، وهو المهرجان الضخم للموسيقى الإلكترونية، ويقام على مدار 6 أيام في بلدة كوليرا الواقع على الساحل الشرقي جنوبي فالنسيا. وقال منظمو المهرجان في بيان لهم على الفيسبوك أنه تم إخلاء موقع المهرجان كإجراء احترازي لتيسير عمل أجهزة الطوارئ والأمن في مهرجان ميدوسا.
انطلقت قافلة طبية بالوحدة الصحية بمرسى علم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن القافلة وقعت الكشف على 127 حالة بمختلف التخصصات الطبية، مع صرف العلاج بالمجان والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. وقد تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. أوضح مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد أن القافلة تضم عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. المبادرة النهاردة فيها 12 عيادة بيتقدم خدماتها التخصصية بالمجان تماما، زائد معانا صيدلية فيها جميع أصناف الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية اللي موجودة معانا. وزارة الصحة مدعمانا بعربيات وعيادات متنقلة فيها جميع الأجهزة الطبية اللي بتخدم التخصصات اللي فيها، زي عيادة الأسنان، زي عيادة النساء بالصناعة، زي عيادة البطنة بالصناعة، زي عيادة الأنف والأذن والحنجرة، عيادة الرمد. العيادات دي مجهزة بأحدث الأجهزة اللي بتخدم التخصصات الطبية اللي هي شغالة فيها. إن شاء الله بيتم تجهيز قافلات طبية، والنهاردة في قافلة طبية بأبو سعادة الكبيرة بأم رزق، قافلة فيها جميع الخدمات وجميع الأفاق وجميع العلاجات ما شاء الله، وفي تجهيزات كويسة جدا، وفي معطيات للمواطن ما شاء الله شاملة جدا. بيطلع المواطن هنا، بيدخل المواطن ما شاء الله وبيطلع ما شاء الله كده بالخدمات الموجودة في القافلة. القافلة الطبية بتساعد المواطن على حتى تجهيز حالته، أو في بيبقى في تحويلات كمان هنا اللي أنا عرفته، اللي في تحويلات موجودة في القافلة الطبية بتتم تحويلها للمستشفيات العام كتجهيزات عمليات وما شابه ذلك. القافلة العلاجية بتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية. القافل عبارة عن مستشفى متنقلة بيتم تجهيزها بكافة التجهيزات اللي بيحتاجها المواطن من تجهيزات طبية ومن تجهيزات إنشائية، زي ما حضرتك شفت معانا إن احنا بنبدأ نجهز الاستراكشر بتاع المكان عشان خاطر إن هو نقدر نقدم منه الخدمة المطلوبة. شهدت قرية الجزائر بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استمرت لمدة يومين. وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 450 حالة من أبناء القرية. من جانبها أوضحت مديرية الصحة بالمحافظة أن قوافل المبادرة الرئاسية حياة كريمة نجحت الشهر الماضي في توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى، حيث تم الكشف على ما يقرب من 5000 حالة استفادوا من أعمال المبادرة الرئاسية. وإحنا على مدار الشهر الماضي تم الكشف على حوالي 5000 مواطن من سكان الوادي الجديد في القرى الأكثر احتياجاً، والقوافل دي بيتم الفحص الإكلينيكي بالنسبة أو توقيع الكشف الطبي على المترددين وعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة، بالإضافة طبعا أن احنا لو في حد محتاج تدخلات جراحية بنحوله لأقرب مستشفى وبتلقى العلاج هناك، العلاج الجراحي. ولو في أي أدوية بتصرف في القوافل طبعا لكل المترددين بتصرف بصورة مجانية. شهدت محافظة أسيوط افتتاح مكتبة مصر العامة كأول مكتبة عامة بالمحافظة تضم أمهات الكتب والكتب التراثية وكتب الأطفال. تضم هذه المكتبة أكثر من 30,000 كتاب في مختلف المجالات الثقافية، وتخدم المواطنين من جميع الأعمار بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتحقيقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مكتبة مصر العامة بأسيوط أول مكتبة عامة بمحافظة أسيوط. المكتبة بتخدم جميع فئات المجتمع في أسيوط من أعمار من بداية من 3 سنين لحد فوق سن 60. المكتبة فيها 30,000 عنوان، 30,000 كتاب تشمل جميع المجالات، بالإضافة للمخطوطات والكتب التراث الموجودة بالمكتبة، بالإضافة لتواجد نادي للطفل مدعم بالأجهزة التكنولوجية الحديثة بالألعاب الخاصة بتنمية المهارات والذكاء وتعديل السلوك، بالإضافة لوجود بعض الأنشطة الكثيرة ثقافية فنية رياضية للأطفال. للأمانة طبعا حاجة جميلة جدا يبقى في مكتبة كبيرة بالشكل ده وجميلة وعلى قدر عالي من النظافة والاهتمام، والناس اللي فيها ناس محترمين جدا، وإن هي تبقى في حاجة زي كده في أسيوط تهتم بالطفل وبالأطفال في الوقت الفراغ في وقت الأجازة. ده افتتاح مبدئي، ولسه هيبقى فيه يعني حاجات تانية هتدخل فيها وألعاب وحاجات اللي فيه كونكت فور عملاق، يعني حاجات تنفع للأطفال الصغيرين. والآن نتحول للتعرف على أهم أنباء المال والأعمال في نشرة السادسة. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا محمد عبد وشكرا ريهام الدين. أهلا بكم مشاهدي الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة. أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس لمدة عام. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بمد خدمة أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب لمدة عام واحد. كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 33 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو من عام 2022 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2021. كما أظهرت بيانات الهيئة ارتفاع عدد المستفيدين إلى 3.8 مليون مستفيد في نهاية يونيو من عام 2022 مقارنة ب 3.3 مليون مستفيد خلال الشهر ذاته من العام الماضي. أظهر تقرير الرقابة المالية تصدر شركات التمويل متناهي الصغر للترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة 57.8%. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب لتسجل 1787 دولار للأوقية، أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 913 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 ما قيمته 1065 جنيه للجرام، في حين وصل سعر الجرام عيار 24 إلى 1217 جنيه، ووصل أخيرا سعر الجنيه الذهب إلى 8520 جنيه. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بفعل توقعات بأن تكون اضطرابات إمدادات خليج المكسيك بالولايات المتحدة قصيرة الأجل، في حين ألقت مخاوف الركود بظلالها على توقعات الطلب العالمي، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.5% لتصل إلى 98.15 دولارا للبرميل. كما هبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% لتصل إلى 92.9 دولارا للبرميل الواحد، وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 75% لتصل إلى 3.5 دولار لللتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.19% لتسجل 8.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية. أفاد تقرير بأن إنتاج الأرز في الهند قد يتدهور في العام الجاري، من حيث تسبب تراجع تساقط الأمطار في مناطق الزراعة الرئيسية تسبب في تقليص الزراعات، ما يثير المخاوف من أن أكبر دولة مصدرة للأرز قد تحد من صادراتها بعد فرض قيود على مبيعات القمح والسكر لتوفير الأمن الغذائي في البلاد. نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الزراعة قولها أن إجمالية مساحة زراعة الأرز في الهند تراجعت بواقع 12% حتى الآن في هذا العام،
ويذكر أن الهند تسهم وتساهم بنحو 40% من حجم التجارة العالمية للأرز. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. نعود لاستكمال ما تبقى في نشرة السادسة مع ريهام الديب ومحمد عبد. شكرا مصطفى. اجتمعت عضوات فريق جريت جيرلز البالغ عددهن 20 سيدة اليوم لقيادة الدراجات النارية على الطرق الوعرة والكثبان الرملية. يأتي ذلك قبل انطلاق بطولة دبي الوطنية للموتوكروس وذلك في سبتمبر المقبل. نتابع المزيد. في هذه الصحراء الشاسعة بدبي والأجواء الصيفية الحارة اجتمعت عضوات فريق جريت جيرلز لقيادة دراجاتهن النارية على الطرق الوعرة والكثبان الرملية استعدادا لانطلاق بطولة دبي الوطنية للموتوكروس في سبتمبر. المجموعة التي تضم أكثر من 20 امرأة من الهاويات وشبه المحترفات تأسست في عام 2018 وأتاحت الفرصة أمام أكثر من 200 سيدة لتجربة تلك الرياضة منذ 2019 وشجعتهم على خوض التجربة. وتهدف المجموعة إلى جذب المزيد من النساء إلى مضمار السباق من خلال استعراض مهارتهن وشجاعتهن في ركوب الدراجات. سباقات موتوكروس ليست مجرد رياضة ممتعة مليئة بروح المغامرة فحسب، بل هي أيضا نشاط مكلف ويحتاج للكثير من الأموال وأعمال الصيانة بجانب التدريب الفني والبدني. وتجتمع المجموعة عادة يومي السبت والأحد من كل أسبوع لممارسة تلك الرياضة، ويوجد مجموعات مختلطة تضم رجالا ونساء، فتتميز الرياضة بالتنوع الكبير. وتحتاج هذه الرياضة لدرجة كبيرة من المهارة للتحكم في الدراجة، وهذا يأتي بالتدريب والخبرات، لأنه في حالة ارتكاب أي خطأ فقد ينتهي الأمر بشكل سيء حقا. إذن هي محاولة من المجموعة لنشر هذه الرياضة التي يراها البعض خطيرة بين النساء وإثبات أنها ليست حكرا على الرجال. بهذا التقرير نصل مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد أن التعديل الوزاري يستهدف تطوير الأداء الحكومي على الصعيدين الداخلي والخارجي. موسكو تدعو واشنطن إلى ضرورة إجبار زيلينسكي على العودة لطاولة المفاوضات. تايوان ترصد عبور 13 طائرة حربية صينية على الخط الفاصل لمضيق تايوان، والتلفزيون الصيني يبث تدريبات بالذخيرة الحية في تشينجيانغ. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشات التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين. إلى اللقاء.